ازي حضرتك يا مستر محمد؟ انا دينا، كنت ممتحنة النهاردة 5/3. معلش انا قلت لحضرتك السؤالين الاولين دمت من غير يعني اي مقدمات، بس انا لسه يعني حتى لسه في الهيئة، فقلت بس افتكر السؤالين دمت قبل ما اروح وانساهم. بشكر طبعا حضرتك جدا جدا، وربنا يا رب يصلح حالك ويجعل كل اللي بتعمله معانا ده في ميزان حسناتك، ويخلي لك والدتك ووالدك وولادك وزوجتك، ويا رب يجعله دايما صدقة جارية على كل قرايبك وعلى حضرتك وعلى كل اصحابك. مش عارفة اقول لك ايه، انا يعني لو قعدت اشكر حضرتك من هنا للسنة الجاية، يعني ربنا يا رب يصلح حالك. وان شاء الله احب اطمن زمايلي، امتحان كويس، حاولوا ما تتوتروش. انا جالي البارتين كانوا لحد ما كويسين. كان في برضو كذا سؤال كده كانوا بتد عليا من دونهم السؤال اللي قلتهم لحضرتك. مش حابه اطول عليك، هبدا في الاسئله على طول اللي انا فاكراها. انا لسه عموما في الهيئه يعني، بس هبدا بكام سؤال كده اللي انا فاكراهم علشان خاطر بس زمايلي اللي ان شاء الله امتحانهم بكره. ربنا يا رب يوفقنا جميعا يا رب. أرسو أرسو بيدركتك، في مريض خرج في الكفرنج روم بعد العمليات وعامل عملية أرسو بيدركتك، هنحطه في أي بوسيجن. كان جايب حاجات كتيرة كده، اللي هو أنا مش هعمل ريموف اللي هو الشراب اللي لابسه، وكان في حاجة كمان إن أنا هسيبه في نفس الوضع اللي هو فيه، أو مش يعني هي حاجة بمعنى كده، مش عارفة الصراحة مستر محمد، معرفتش أترجمها بالظبط. وإن أنا هحطه في الرايت سايد بوسيجن. أنا قعدت قدام السؤال ده، مش عارفة قعدت قدامه كتير ليه. جاي باختصار ال ان دي ار، دي ار، وجايب بقى دونت سترين ودونت، دي حاجة كده وكذا دونت يعني، برضه أنا كنت أول مرة أشوفها. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ صور ما جاليش صور في البارت الأولاني خالص، ما جاليش صور كتير. جالي في البارت التاني جالي صورة ولد حلو كده ومعاه اللي هو النوبلايزر، وصورة الرجل اللي هي المتنية وواحدة مفرودة، الرايت فليكشن والمفرودة اكستنشن. وجالي كمان وجالي صورة اللي هي الصابع محطوط في وضع ايه اللي هو الفليكشن، وجالي صورة ترتيب الجلوفز، ترتيب الجلوفز، جالي صورة ترتيب الجلوفز تقريبا بس. يعني بالنسبة لليورين جالي التجميع اللي هي الكبيرة اللي البنات كانوا قالين عليها قبل كده، كل حاجة بتتجمع بقى، وكل حاجة داخلة وكل حاجة خارجة. يعني انا حاولت ان انا اعمل نص كويس شيبس، ما نفعتش. البوتسيك اللي جمعتها يعني هو انا جمعت الاوت بوت، لان ما كانش اي على اختلاف، كان جايب اللي هو اليورين والامسز، وكان جايب حاجة كمان كده مش فاكرة الصراحة، بس المهم انا جمعت الاوت بوت، ولقيت اصلا هي النتيجة الوحيدة اللي موجودة في الاختيارات. يعني هو جايب الاربع اختيارات، انتك واوت بوت، انتك واوت بوت، فالاوت بوت الوحيد اللي كان مظبوط اللي احنا اخترناه، اللي مع الانتيك اللي انا بجمع كل حاجة فيه. وجالي كمان اللي هو اللي هو اللي خرج 4000 ودخل 5، المهم اللي هو يعني الداخل اكتر من الخارج، اللي هو بس اختيار كده. بالنسبة للغرف جالي 4 غرف، غرفتين في البارت الاولاني وغرفتين في البارت التاني. الغرفتين كانت غرفة السوق بدي، وكان بيسألني ايه اللي انا هدخله اميدياتلي، فكان بيقول لي ان السوق بدي وعنده كوفينج وعنده مشكلة في البريسنج يعني، فدخلت التالت الاول. وغرفة المالتس كولوروزيس كان بيسألني على البي بي ايه، دخلت لها الاول. وكان في غرفة تانية بيسألني عن ايه اكتر واحد معرض لمشكلة يعني عنده، كان في غرفة اللي هو الالزهايمر اللي فيها اللي عنده حاجة فيها مادة كيميائية الهيدروجين بروكسيد عنده في الغرفة، فدوت اللي اخترت انا ادخله بسرعة. وكان بقى التانيين ما كانش لهم اهمية يعني، واحد مش عارفة الشوز بتاعه كان بعيد عن حاجة كده. والغرفة الرابعة افتكر ولا لحضرتك الست طبعا اللي هي المكسوفة، واللي انا قلت لها دونت شاي اس اتش واي،
وجالي الست اللي هي صايمة في ان هي عندها سكر وهتبقى، والدكتور طلب منها ان هي تفطر، فكلمت معاها وقلت لها ان دوت اجراء طبيعي علشان الحالة بتاعتك، يعني اللي هو الايموشن يعني سبورت. وجالي كمان الحمد لله ما جاليش تنمولوج كتير، بس جالي تعريف الابدكشن وجالي تعريف الفليكشن. دوت اللي جالي التعريف. بالنسبة للتعريفات، ال12 وجالي النحلة الانفلكتد شوك، وجالي بقى ان في يعني استويشن كبيره كده، ان في واحد ودخل الطوارئ وعنده بليدنج. فانا اول ما شفت بليدنج كان بيسالني اللي هو نوع الصدمه ايه، اللي هي صدمه النزيف وكده. اكتر السؤالين اللي كان فيهم اختلاف اللي هي في حسن الخاتمه، اللي احنا كنا بنقول اللي هي مريضه خارجه من العمليات وكان عندها البريسنج، كان عندها مشكله في البريسنج وكانت الجلد بتاعها كان شاحب يعني، وكانت عامله عمليه في الابدومينال. حتى لو تفتكر السؤال ده، المهم ان احنا كنا مختلفين ان احنا هنعمل رجليها لاي داون، هنعمل رجليها، هنرفع رجليها ولا هنرفع الشريست وكده. فانا الصراحه لما لقيته بيقول ان هي خارجه من العمليه، فقلت لا ممكن فعلا تكون ان هي عندها شوكنج او كده، فاخترت ان انا هرفع الرجلين. نفس السؤال برضو اللي هي عندها ديفيكالتي في البريسنج والجلد بتاعها شاحب ودايخه، فاخترت ان انا هرفع لها بقى الشيست، يعني هرفع الشيست بتاعها. ما كانش جايب لي اصلا ان ارفع رجلي، ان انا ارفع الشيست، ما كانش قايل ان هي بعد عمليات او حاجه، فقلت اختارها مره كده ومره كده. بالنسبه بقى للعينات، جالي مره ان انا بنزل عينه يورين والمعمل قال ان هو قدامه ساعتين، فاحفظها فين؟ احفظها في الفيجيتور. وجالي مره برضو ان انا بقى معايا عينه بلط ونازله المعمل وقال لي ان هو عنده حاجه هتتصلح بعد ساعتين، فاخترت برضو ان احطها في الفيجيتور. بقى السؤال اللي هو ان انا خدت عينه يورين من المريض وسجلت، واللي هو معايا هيلث اسيستنت نيو، وسجل الريبورت في الشيت بتاع المريض، وان انا بقى هقول له ياخد باله من ايه او ان هو يكتب ايه كمان. مش عارفه الصراحه، ما كنتش مقتنعه بان انا، يعني ده برضو راي شخصي، يعني ما كنتش مقتنعه ان انا اللون او اللي هو كلير او كده، انا حاسه ان هو ده شغل المعمل. فكان في الاختيارات ان انا يعني زي بحذره ان هي كنا بنتيد ان هي فيها انفكشن، يعني ان هي مش نظيفه، ان العينه مش نظيفه، فحسيت ان دي انسب حاجه فاخترتها. هو هكتب ايه على العينه وانا بنزل؟ نزلها ما كانش بحاجه مناسبه غير الداتا والتايم، وكان جالي اللي هو اللي مش مرتاح في وضع اللازوتومي، اخترتها السيمز. وكان جاي لي مش وضع السي اس اف، اللي هو عينه السي اس اف نفسها، بس هي مش مكتوبه العينه، مش مكتوبه سي اس اف، لا مكتوبه اللي هو الكلمه كلها، مش الاختصار بتاعها. هو الممرضه مشغوله في من جيرسي وحوار طويل كده، والمهم ان هي قالت لي ان انا اخد عينه من طفل من الهيل وكده، ورحت اسحبها لقيت ان الهيل ازرق، فهحط البلانكت لغايه ما يبقى برانشس واسحبها. لي كمان سؤال اللي هو الأشعة، إن المريض متعود إن هو يعمل أشعة وبالليل، والدكتور كتبها له الصبح، فمخترتش الصراحة برضو نوتيفايد نيرس، يعني قلت لأ، اتكلمت معاه قلت له إن عادي دوت بيحصل وما فيش فيها مشكلة. وجات لي برضو إن هي العينة، عينة التحاليل اتأخرت في المعمل، فهقول للمريض إيه؟ برضو هقول له إن دوت طبيعي وإن ده عادي وده بيحصل. كمان اللي هو موت البكتيريا، البكتيريا بتموت بإيه؟ بالاستراليزيشن ولا ديسانفكتد، ولا اختيارات كتيرة كده. اللي هو تعريف الدينالاي، هي سطرين كده بس فيهم اللي هو ريفيوز، يعني عرفتها من ريفيوز، لما لقيت ريفيوز عملت الدينالاي على طول. هو بيساعد مريض ان هو ما عادش يدخن، ده هيبقى الايه اللي هو الاحسان.
جالي كمان سؤال جديد بيقول ان انا خدت عينة من المريض، عينة بلد، ووديتها المعمل وكان عنده، انا عايزة افتكر الكلمة على بعضها بس مش فاكرة، المهم ان هو كان عنده دراجز، يعني حاجة في زي مخدرات او كلام من ده، وكان عنده انفكشن في الجرح بتاعه، فاللي هو ازاي ينقل العدوى عن طريق ايه؟ الكلمة كانت فيبر دراجز اند انفكشن ووند، حاجة كده يعني، هي الكلمة كانت كده. بيقول بقى ان هو التعامل معاه يعني ازاي هينقل عن طريق ايه، هينقل العدوى عن طريق اللي هو الدروبس، ولا عن طريق الكومينيت الكونتاكت، وكان في كذا اختيار يعني. كل ما افتكر حاجة اقولها. اللي هو انا دخلت المريض، لقيت دخلت الغرفه، لقيت المريض واقع على الارض، فانا عملت ان انا هشكل المريض الاول. وجالي برضو ان انا دخلت لقيت في دم كتير على الارض وعلى جو المريض وكده، وكان في كان في تلزا نيرس، بس هي ما بتجيش تلزا نيرس كده، هي بتيجي مثلا نطفايزة اللي هو المانينجر فورزا نيرس كده، يعني جمله طويله كده وفي الاخر نيرس. جالي اللي هو انت بتأكلي مريض، وبعد كده حسيت ان في صوت في زوره اللي هو اللي هو زي صوت الحصان ده. انا معلش والله مش عايزه اقول لكم الاجابات لان انا لسه خارجه فمتلخبطه، مش عايزه الخبطكم معايا، بس انا مستعجله كده علشان والله خاطر بس الزمايل اللي هيمتحنوا بكره. افتكر لكم اسئله من الجات الجديده، بس انا الحمد لله ما جاليش اسئله كتير جديده قد ما هو يعني هتدخلي مش هتلاقي التيبيكال بجميع الحروف وبجميع المعاني وبجميع النص وجميع الاختيارات، لا بس هتفهمي يعني، ما تقفيش عند، مش عايزه حد يوقف عند كلمه مثلا ما انتش عارفه تترجميها فتفضلي واقفه عندها، لا كملي الجمله وكملي السيتويشن كله، هتفهمي وهتعرفي هو قصده ايه وعايز ايه، وهتبداي تقرا الاختيارات فهتقولي اه الحاجه دي كانت موجوده قبل كده، انا كنت عارفاها قبل كده، فما توقفش نفسك عند حاجه. على فكره انا في الانجليزي يعني مش كويسه خالص، بس الحمد لله بفضل حضرتك يا مستر والله، وبفضل كل واحده من البنات اللي موجودين في الجروب، ومس ولاء ومس دعاء ومس شيماء، كله مش عايزه انسى حد، ربنا يا رب ينجحنا كلنا يا رب، ولو ما فيش نصيب الحمد لله، يعني الحمد لله اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون في الاول وفي الاخير، مش عايزه حد يتوتر، مش اخر الدنيا مش اخر الحياه، زي ما تيجي يعني، ربنا اراد ما ارادش خلاص. عايزه اقول للبنات ما تخافوش، الوقت كفايه وبيكفي، هو بس البارت الاولاني عشان بيبقى في شويه توتر، بس حاولوا تهدوا. انا جيت في الاخر كده ما حسيت ان الوقت بيخلص، حاولت ان انا اصربع نفسي، لا حسيت ان هو لا انا بهلك وقت ومجهود على الفاضي، لا اقرا السؤال كويس وحاولي ان انت مش لازم تترجميه بالحرف، بس افهمي هو عاوز يقول لك ايه، والخيارات نفس الكلام، السؤال اللي هتحسي ان انت وقفتي عنده ما تقفيش، حليه واعملي مارك وبرجعي له في الاخر. البارت التاني علشان كان اغلبيه الصور كانت جايه لي فيه، فالوقت كفى معايا، رجعت على الاول على الاسئله اللي انا عملت عليها مارك، وبعد كده رجعت على الاسئله كلها تاني، الوقت كان كويس. خدوا البريك، ما تضيعوش البريك منكم، بعد ما اول ساعه ونص بارهاق على فكره، روحي التويلت اغسلي وشك كده عادي كده الذاكره من اول وجديد، وارجعي تاني كملي، ما تاخدوش كله ورا بعضه علشان ما تجوش في الاخر تحسوا ان انتوا تعبانين وزهقتوا. انا فضلت واخده الوقت لغايه ما هو الوقت قفل عليا، بس قفل وانا كنت مكمله كله والحمد لله، وكنت مراجعه كمان. كان بيقول امتى البيشنت، يبقى انت كده ايه الحاجه اللي انت بتعمليها، يبقى انت كده بتعرضي البيشنت للابيوز، وكان من ضمن الخيارات ان انت بتقولي له اعمل التويلت بتاعك في السرير، يعني اعمل اليورين بتاعك في السرير، فانا دي اللي انا اخترتها، وكان في اختيارات كتير بس ما حسيتش ان هي مناسبه. اللي هو طفل عنده كلبر بلسي، فهتقولي لاهله ايه اللي هما بيعملوا الكير، يبقى في اللاترال سايد. وجالي كمان وانا بعمل باج مساج لاحظت ان في السكرة من حته جدا يعني، فهعمل ايه، فكان في اللي هو تلزا نيرس، هي مش تل برضه زي نيرس، هي حاجه طويله كده وفي الاخر نيرس.
وكان جاي لي كمان وانا بعمل بيت باس للمريض، اللي هو مش البيت باس اللي هي الرعايه اليوميه للمريض. هعمل في ايه اللي انا افويد، اللي انا هتجنبه يعني. فكان جاي حاجات كتير كده تحسها كلها كويسه، بس كان جايب ان درجه الحراره تبقى 60 درجه. فالصراحه دي اللي انا اخترتها، مانيش عارفه بقى هي صح ولا غلط، بس انا استغربت يعني 60، حسيت ان هي تبقى قليله قوي، فدي اللي انا اخترتها. جاي لي كمان يا مستر سؤال بيقول ان في مريض عنده صعوبه في البلع، وان انا هديله الدكتور وصاني ان انا اديله ليكويد، بس الليكويد ده اللي هو ايه، اللي هو يعني زي العصير اللي في قلبه الحبوب، اللي هو زي يعني اللي انا فهمته ان هو عاوزنا نديله في الليكويد. وكان بقى جايب لي في الاختيارات غريبه كده، بس اللي كنت محتاره منهم كان في اللي هو لايكلي سوفت لايك سوفت دايت ميتشو بوتيتوز، وكان جايب لي اللي هو زي حاجه كده ليكويد دايت ويز ستون، اللي هو يعني حاجه كده زي بتتشرب بالمعلقه يعني. فصح انا كنت يعني احترت ما بين الاثنين دول، بلاش اقول انا اخترت ايه عشان ما تتلخبطوش. لو كان قال لي ان هو صعوبه في البلع بس، كنت اخترت المشد بوتيتوس، بس المشكله هو بيقول لي ان هو يعني زي كلير ليكويد بس فيه النكتار، اللي هو يعني فيه الحبوب بتاعته يعني فول ليكويد، وجايب لي خيارات بقى عايز نختار الفول ليكويد. فالحاجات ما كانش فيه حاجه فيها فول ليكويد يعني، فخدوا بالكم بقى من الحته دي. لي بسحب العينه اليورين منين؟ من الكاستر، عملت اللي هي فيها البورت سيمبل. وكان جاي لي كمان السؤال اللي هو بيقول ان المريضة طلبت مني ان انا اغير لها الملاية، وانا قلت لها 10 دقايق وهاجي وما جتش، ده يبقى معناها ايه؟ ما كانش فيه جايب انتجريت اهمال، كان جايب انا خدتها اللي هي تقريبا اللي هي زي بتكذب او كده يعني. كمان السؤال بتاع اللي وانا بعمل كير لمريضة بنتها دخلت، فقلت ان انا هشرح لبنتها البروسيجر وهشرح لها اهمية الكير وخلاها تبقى جنبي وانا بعمل الكير لمامتها. السؤال اللي هو انا هبقى واقفة فين وانا بعمل فيدينج للبيشنت؟ كان في بقى يا مستر محمد اللي هو ان انا هبقى في نفس السيم ليفل ذا فيس بيشنت، اللي هو يعني انا فهمتها ان انا هبقى واقفه في نفس الليفل بتاع البيشنت جنبها، يعني اللي هو بيقول ذا سيم فيس سيم بيشنت، اللي هو انا هيبقى وشي جنب وشها كده، فاللي هو كده انا هبقى قاعده جنبها. سؤال جديد كمان بيقول امتى اي عينه الدم اللي انا سحبتها تبقى انكو من اللي هي يعني بتبقى ملوثه او مش نظيفه؟ فكان في اختيار اللي انا لما انا اسحب الدم واحطه في الامبول وارجع تشينج تاني البلد للامبول التاني، اللي هو يعني فاهم قصدي، اللي هو انا هسحبها في انبوبه وارجع احطها في انبوبه تانيه، دي اللي انا اخترتها. وكان في خيار تاني بيقول ان انا لو انا حطيتها في انبوبه غير الانبوبه بتاعتها، والاتنين التانيين ما كانش لهم علاقة يعني، بس دي اللي انا اخترتها، لان هو في السؤال بيقول لي ان هي مش هتبقى كويسة، ان هي هتتلوث او كده يعني. هو مريض عامل كولوستومي ومطلوب منه ان هو يعمل سبيوتم، فانا وحرارته 39، فصراحة انا اخترت ان انا هعمل وش للماوس. قال ان انا ليه بعمل سبورت بالبلو بعد العملية للبيشنت علشان اللي هو البين. وجالي سؤال كمان ازاي بشجع المريض ان هو يعمل كالشر سبيوتم، اللي هو انا بخليه يعمل كافينج اللي هو كافينج ديبريسنج اند كافينج، اللي هو التكنيك نفسه. وجالي سؤال اللي هو وانا بعمل وانا عايزه اخد عينه بول لمريضه وعايزاها كلين علشان المريضه تدخل عمليه، حاجه زي كده يعني. اللي هو المهم هو كان جايب لي في الاختيارات اللي هي كده جايبها كلين السري سواب فرونت تو باك. كان جايب لي ازاي ان انا بعمل برضو كير البرينيال كير للفيميل، برضو جابها لي صريحه كده
لا ما كانش جايبها دي، ما كانش جايبها صريحة، كان جايبها لفة، يعني كان جايب كذا اختيار شبه بعض، وركزوا بس في الاختيارات بس، انتوا هتلاقوا اللي هو كده من الفرونت تو باك، بس مش الفرونت بقى، كان كاتبها كلمة تانية بس انتوا هتفهموا ان هي دي اللي هو من الامام للخلف، وكان جايب كان جايب كذا اختيار بس كلهم شكل بعض، خدوا بالكم بس من الاختيارات. برضو اللي هي اللي الممرضة دخلت تغير الملاية ونسيت ملاية تانية بره، هتعمل ايه؟ خدوا الاختيار اللي فيه الاتنين بي بي ايه، اللي هي هتقلع البي بي ايه الاول وبعد كده هتخرج تجيب ملاية وهتدخل تجيب البي بي ايه. الترجمة بتاعتها صعبة، ما تحاولوش ان انتوا تقعدوا تفصصوها علشان الوقت، بس انتوا هي ده الخيار الوحيد اللي فيه البي بي ايه مرتين، انما كل الخيارات انا رجعت بقى لما يعني لما خلصت وبراجع حبيت استطلع كده على الاختيارات، كل الاختيارات فيها بي بي اي واحده. سؤال عن الطلبيه بس كان اللي هو بقى انت ليه بتطلبي الطلبيه او كده، اللي هو ان انت عشان تطلبي المواد اللي انت محتاجاها في الوقت اللي انت محتاجاه، يعني انت برضو هتلاقوها باينه كده في الاختيارات. الصوره بتاعه الشرايح والمسامير عملتها اوبن انترنال. كمان يا مستر محمد السؤال بتاع اللي هو الطفل اللي هاخد له عينة من الهيل، عايزة بس اخلي البنات تاخد بالها، السؤال طويل 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 بتاع 5 سطور كده ولا حاجة، وبقى اللي هو بيحكي لك بقى سيتويشن ان في مريض ودخل الطوارئ وعنده مش عارف حاجات كتير، وفي اول اختيار خالص نطفاي زنير جايبها كده اول مره يجيبها صريحه. انا اتلخبطت في الاول، اول ما قريت سؤال اول ما قريت اول سطر كده قمت مختارها كده نطفاي، قلت بقى خلاص يعني في بريسنج وبليدنج وحوار فاكيد هبلغ الممرضه، بس لما رجعت وقلت بقى اما اشوف بقيه الاسئله السيتويشن الطويله دي فيها ايه، لقيت بقى يعني بص هو في ربع سطر ان هي قالت لك ان في طفل صغير عنده مش عارفه شهرين تقريبا وانت تسحبي له العينه العينه ولقيتي ازرق يعني، فخدوا بالكم اقروا الاسئله كويس. والله يا بنات ان شاء الله يعني الوقت يكفيكم، بس اقروا كويس، اقروا الاسئله كويس كويس كويس. جالي كذا سؤال والله يا مستر محمد جداد بس نفسي افتكرهم بس مانيش عارفه، مع اني انا يعني قريتهم كذا مرة وعملت عليهم ماركر ورجعت لهم، بس علشان ما يعني أغلبيتهم ما فهمتهمش واخترتهم كده باي لوك يعني، فمش قادرة افتكرهم، بس يعني تيجي على قد دول مش مشكلة، يعني تيجي على قد انا راضي ان انا كنت عملتهم غلط يعني مش مشكلة، بس المهم انا بس مش عايزة حد من البنات يقف على حاجة وما يقعدوش يترجموا كل حرف، لا خدي يعني مجمل السؤال والوقت هيكفي، ما تشغليش بالك بالوقت، الوقت هيكفي وان شاء الله تراجعوا تاني باذنك يا رب. زي ما قلت لكم انا اكتريه اللي جالي كان كده، كان كير واسئله عن العينات وبس يعني سيتويشن، ما جاليش صور كتير، ما جاليش اللي هم تقريبا هم بس 3 غرف اللي جات لي، والصور برضو ما جاليش صور كتير للاسف. بس انا كل ما افتكر حاجه كده هقول لكم يعني. جالي برضو صورة اللي هي الايد اللي هي المفروض ان هي ابدكشن يعني، بس ما كانش جايب ابدكشن فعملتها بقى اكستنشن، اللي هي اكستنشن يعني اللي هو الدراع اللي المتن اللي هو شفت اللي هو الانترنال روتيشن، انترنال روتيشن اعتقد، لا الاكسترنال اللي هو اللي ناحيه فوق بقى عشان انا متلخبطه فما لخبطكوش، اللي هو الدراع اللي ناحيه فوق اللي هو اعتقد اكسترنال روتيشن، مش عارفه يا مستر محمد يعني ما توعدش البنات الريكورد ده اللي اكتبه لهم او انت قوله لهم علشان ما يتلخبطوش. جالي ان في كوب شاي، كوب شاي كده تي في 10 cc 10 ملي، هيبقى ايه اللي هو 10 cc؟ من البرينيال كير للميل ان انا بعمل فيدنج للبيشنت ان انا عطست في الاكل هعمل ايه اللي هو تشنج التري، دول المريض اللي هو رمى المعلقة. بصوا هي الاجابات
تلخبط كده، بس في إجابة هتلاقي فيها اللي هو اتيتيود، اتيتيود تقريبا، فهي دي اللي انا اخترتها. كمان سؤال بيقول ان في مريض وقع 3 مرات وقال له السقوط، وكل شوية بيطلع بره الغرفة، فانت هتعملي ايه؟ ان انت لازم تخلي الاهل يقعدوا معاه، وان انت هتعملي له ريسترين، وان انت اجابة كده تالتة ملهاش اي لازمة. وفي اجابة بتقول ان انت هتعرفيه اهمية ان هو يجلس جوه الغرفة وما يطلعش، حاجة كده يعني، اجابة طويلة كده. اللي كمان اللي هي المريضة اللي عندها 82 سنة وجت وما عندهاش اي مشاكل، وقاعدة في الديسك الاولاني. صراحة عملتها اللانجوج، يعني ما اعرفش، هو انا عملتها اللانجوج. وكان جاي لي كمان صورة اللي هو الكتاب اللي هو نون فيربال كوميونيكيشن، برضه هو يعني كتابة طويلة كده، وفي الاخر نون فيربال كوميونيكيشن. بصوا خدوا بالكم من اللي ما بين السطور. بالله عليك يا مستر محمد ادعيلي وخلي البنات يدعوني، عايزة كل اللي يسمع الفويسات دي يدعيلي والله. يعني الحمد لله انا راضية بقضاء ربنا، يعني سواء حصل نصيب او ما حصلش نصيب، اللي ربنا رايده هيكون هو الخير ليا الحمد لله. ادعيلي وربنا يا رب انجح ونجحنا جميعا يا رب، ان شاء الله ننجح كلنا. مش عايزة اكون تتوتروا والله، يعني ان شاء الله الموضوع مش مستاهل، يعني ما تتوتروش زي ما تيجي. هنعمل ايه بالتوتر يعني؟ ما انا والله كانت ايديا متلجه وانا ماسكه الموز، بس بدات قلت لا يعني مش نهايه الدنيا، يعني زي ما تيجي بقى. فما تتوتروش ما تتوتروش، وان شاء الله الموضوع بسيط باذن الله، وان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا كلنا ان شاء الله. كمان تمارين الرجل بعد العمليات، كنت انا سمعت حضرتك قلت ان هي لازم تبقى الرجلين كلها، فهو كان جايب خيار واحد، يعني كان جايب الخيارات فيها بس الصوابع، وخيارات فيها بس الانكل، وخيار كده ما كانش له علاقة، وخيار اللي هو الفوت كلها تبقى اكستنشن، اللي هي تبقى مفرودة يعني، وان انا ارفعها وانزلها 10 مرات، هو ده اللي انا اخترته. جايب ان مريضة عندها السكر وهتحط لها البلت في وضع ايه، كتب لها الصباين. وكان جايب لي سؤالين، بس سؤالين عن الوركر. اول واحد كان عن الوركر اللي هو انت لما المريض يقوم هتقولي له ايه، ما كانش في اي اختيار مناسب غير ان انا هقول له اتحرك الوركر الاول، وبعد كده مكتوبه بقى مش الانفكتد ليج، لا مكتوبه الوركر ليج، وبعد كده هتحرك السترونج ليج. وكان جايب لي الكان اللي هي هتبقى في اي مستوى، عملتها في مستوى الهيب. وكان جايب كمان ان هي اللي كان الثلاثيه، عملت اللي هي اتاكد ان هي ما تتزحلقش، بس مش فاكره المصطلح بالظبط. وكان جايلي صوره ترتيب الجلوفز، وكان جايب كمان اللي هو تعريف الانتيريور الانفيريور الانفيريور تعريف الانفيريور اللي هو الجزء السفلي للجسم. كمان يا مستر محمد كان جايلي سؤال اللي هو عينه حاجه كده بلط، بس بتبقى فين؟ كان في حد من زمايلنا قالها في الفيديوهات، كانت بتقول ان هي بتبقى من عينة الاسطول، بس انا مش فاكره الصراحه المصطلح خالص، رايح عند دماغي، بس هو كده بتبقى يعني بلد، اللي يشوف بلد يفتكر ان هي عينة بلد، لا هي عينة الاسطول. بس انا مش فاكره الصراحه المصطلح بتاعه اسمه ايه، بس هي جات لي دي برضو. مين اللي هو مريض عنده ستروك من يومين، فانت هتلاحظي على ايه؟ في اختيار اللي هو درولينج في رايت سايد وني سيتنج، حاجه زي كده ان شاء الله. يا مستر محمد معلش يعني بتاسف لحضرتك عن اللغه السيئه جدا اللي بتسمعها مني، بس غصب عني نفسي والله اقول لكم كل الاسئله اللي جات لي، بس انا في الانجليزي مش كويس قوي، وفي نفس الوقت يعني لسه خارجه من الاختبار، فمانيش مركزه، وخايفه لو انا قعدت وركزت انسى الاسئله، فاستحملوا بقى يعني، معلش استحملوا وحاولوا تستفادوا اي حاجه من اللي انا بقوله. وكان جايب وضع السي اس اف اللي هو سايد لاين بوزيشن فليكشن، بس هو مش جايبها بنفس اللي احنا عارفينها، بس هتعرفيها يعني، هي هتتعرف، هي باينه شكلها معروف كده، هتقول لك انا هو تختاريني.
وجاله السؤال اللي هو لابس الله أكبر الله أكبر بشرتي بتنفس وجاله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله